النهاردة هنعمل أكلة اقتصادية موفرة وطعمها تحفة، تنفع غدا وتنفع عشاء، جميلة جدا. دلوقتي هنجيب البصل وهنبدأ نقطعه. دلوقتي انا هجيب كبة وهحط فيها البصل وهقطعه كده مربعات، بتقدروا تقطعوه بايديكم، انا بصراحة بستسهل عشان الوقت بتاعي. دلوقتي هنقطعه. في طاسة على النار هنحط فيها شوية زيت وهننزل بقى بالبصل ونقليه ايه تقلية كده، يعني مش قوي، يعني يدبل بس كده. هنسيبه على النار شوية وبعدين هنجيب بطاطس ونبدأ نقطعها بالشكل اللي قدامنا ده. دلوقتي انا هجيب نفس الكبه وهحط فيها البطاطس وهعملها زي البصل بالظبط، وتقدروا تقطعوها مربعات صغيره بايديكم لو حابين كده. هي حلوه جدا. هناخدهم بقى وننزلهم على البصل، بصل دبل اهو. هنحط بقى البطاطس علشان ايه نحاول نسويها نص سوا كده مع البصل، ونقلبهم لحد ما الاتنين يدبلوا سوا. الخطوه بقى اللي بعدها هنحتاج جزر، هنبدأ نقطعه. وبرضه هحطه في الكبة علشان يتقطع حتت صغيرة. هننزل بقى بيه على البطاطس عشان برضه يستوي نص سوا معاهم، ونقلب الخليط كله، بصل وبطاطس وجزر، نقلبهم لحد ما ايه الحاجات تستوي نص سوا. هنجيب بقى طماطم ونبدأ برضو نقطعها بالشكل اللي هنشوفه ده. دلوقتي بقى هناخد الطماطم ونحطها برضو في الكبة وهنفرمها، بس المرة دي بقى هنفرمها ناعم. دلوقتي الخليط عندنا بقى مستوي نص سوا، هنجيب بقى فلفلة، فلفل اخضر، ونقطعه مربعات كده. الفلفل انتوا عارفين ما بياخدش وقت في السوا، فعشان كده انا بخليه للاخر. هناخد كده حوالي فلفلة او نص فلفلة حسب الكمية اللي انتوا هتعملوها. الاكلة دي تعتبر مغذية جدا، الأطفال والكبار بيحبوها قوي قوي، وهتعجبكم جدا، جربوها مش هتندموا. دلوقتي أنا هجيب شبت وبقدونس وكزبرة وهبدأ أقطعهم صغير كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو. دلوقتي بقى هناخد الشبت والبقدونس والكزبرة ونضيفهم للمكونات اللي في الطاسة زي ما انتوا شايفين كده. بقى عندنا مزيج من الخضروات اللي استوت نص سوا. هنبدأ بقى نضيف التوابل، معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة ملح او معلقتين صغيرين حسب ما انتوا حابين. وهنقلب التوابل مع الخليط اللي عندنا.
دلوقتي بقى هننزل بالصلصة او الطماطم، لو ما عندناش طماطم طازة فريش نحط صلصة. انا هنا حطيت طماطم مبشورة ومعاها شوية صلصة صغيرين كده على الخضروات دي، ونقلبهم سوا. دلوقتي هنجيب صينية كبيرة ما بتلزقش، وننزل بالخليط كله فيها، وانا سايبة الفرن شغال على 180 علشان يسخن. دلوقتي بقى هنوزع الخضار كده في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب طبق ونحط فيه مكونات بسيطة كده معانا، بيضة، وهننزل ببيضة تانية، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، وشوية فلفل أسود وشوية ملح. يبقى حطينا 6 بيضات عليهم شوية ملح وشوية فلفل اسود، وهنقلبهم كويس جدا بشوكة او مضرب زي ما انتوا حابين عشان يندمجوا كويس جدا. دلوقتي هنروح عند الصينية وننزل بالبيض ده فوق الخليط بتاعنا، وهنبدأ بقى ايه نحاول ندمج الخضار مع البيض. كده الخليط اتقلب كويس جدا، هنساوي الوش كده بالشكل ده وهندخلها في الفرن. وده شكل الأكلة بعد ما طلعت من الفرن، أكلة جميلة ومغذية ورائعة، ممكن أكلها جنب رز وممكن أكلها بالخبز، حاجة كده تفتح النفس وطعمها جميل جدا، ومش هتندموا لو جربتوها، واقتصادية كمان على فكرة. أتمنى الوصفة تعجبكم، وألف هنا، ويا رب كده تجربوها وتقولي لي رأيكم في التعليقات. وده شكل طبقنا بعد ما قطعناه، عامل زي الكيك بس كيك مكون من الخضروات والبيض، حاجة رائعة جدا جدا هتعجبكم، مش هتندموا ابدا لو جربتوا الوصفة دي، وبتعجب الاطفال جدا على فكرة، الاطفال مبيحبوش الخضار، بتعجبهم جدا جدا، جربوها كده ومش هتندموا.